بدلة الرقص بعشرين جنيه. يا ليلى سودة، عشرين ملطوش في البدلة حتة واحدة؟ أمال أنتي كنتي فاكراها بكام؟ ما كانش فكري الموضوع كده خالص يا جمالات. هذيكي عرفتي، مسيو جورج بياخد في البدلة 20 جنيه. طب والحل؟ هنجيب ال 20 ملطوش دول منين بقى؟ لا، ما هو مش بياخدهم كلهم حتة واحدة، ده في الأول بياخد 2 جنيه وأول كل شهر بياخد 50 قرش. وأنا معايا ال 2 جنيه. خلاص أنا من الصبح أوديكي لمسيو جورج. فين مسيو جورج ده؟ عماد الدي. بس في مشكلة يا جمالات. حكاية ال 50 قرش دي هعمل فيها إيه؟ ده أنا مرتبي كله 3 جنيه في الشهر. ابقي ميلي على المدام. عيب عليك يا جمالات، مش انا اللي اعمل كده. وبعدين انا عارفه كويس قوي ظروف المدام شكلها ايه اليومين دول. خلاص لما نروح لمسيو جورج بيتحايلي عليه شويه يمكن يقللهم. ده انا ارطله بالفرنساوي للصبح. قال يعني البت بتفهم فرنساوي قوي وانجليزي كمان. بجد؟ معقوله يا توحة تكونيش يا بت سبع صنايع والبخت ضايع؟ نفسي الاقي بختي يا جمالات، نفسي. تفتكر هيوافق يا جمالات؟ يا اختي ما يوافقش ان شاء الله. يوافق. بقول لك ايه، عايزين نضرب ونلاقي كده. ماشي، بس انا اللي هخش الدخله الاولانيه. خش يا اختي خش، ما حدش هيتكلم. خش. الله يسترك. صباح الخير يا مسيو جورج. صباح النور جمالات. تحيه صاحبتي. اهلا وسهلا. تحيه بقى، عايزاك تفصل لها بدله. بدله ايه؟ اللي بدله ايه؟ تشريفه مثلا؟ بدله راس يا اخويا. جرى ايه يا حاج جورج؟ بتبص لي كده ليه يا اخويا؟ هتصورني؟ جسم القص الصح. اهو احنا بقى عايزينك تفصل البدله اللي تمطق الجسم العسل ده. فلوس جاهزه؟ طبعا يا اخوي. الاتنين جنيه اهو، اتفضل. اول كل شهر 50 قرش. عشان خاطري يا مسيو جورج، عشان خاطري، ده انا لسه ببتدي اخليها ريال بس. لا لا لا، مش ممكن مش ممكن، مستحيل. عشان خاطري بقول لك، البدله الجايه ان شاء الله هخلي لك القسط جنيه حته واحده يا سيدي. والنبي والنبي يا مسيو جورج، البت دي غلبانه غلب والله، حتى باين على وشها. قلت ايه بقى يا مسيو جورج؟ يا اختي هيقول ايه؟ هيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا موافق يا مسيو جورج. مش انا قلت لك مسيو جورج ده اطيب واحد في الدنيا. عينيه كلها طيبه تصدقي. بصي عينيه كلها طيبه اهو. ماشي، هو انت جاي منك ليها؟ موافق. تعالى مويا، تعالى جوه، على يسوى عشان مادموزيل. يلا يلا يا سكر، يلا 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 حاجة يا فؤاد؟ أبدا، شايفك سرحانة. يعني بفكر شوية. ويا ترى بتفكري في مين؟ أبدا، مش في حد معين. يا ريت لو بتفكري في الماضي تنسيه، واللي يبيعك بعيه. أنا نسيت خلاص يا فؤاد. أنا بنت بديعة ومصيبها، والصفحة دي خلاص أنا قطعتها من حياتي. هو ده الصح. يا ريت تفكري في اللي جاي. بصي حواليكي قدام، ممكن تلاقي سعادتك وانت مش واخده بالك. احيانا بيكون الانسان قدامه ناس بيحبوها قوي وهو مش شايفها. فكر. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا بنتي يا جمالات، ده انت جدعه قوي. يا بنت ما تقوليش كده، احنا اخوات. طب يا ستي البدله واوديت خلاص جبناه، هنعمل ايه بقى في المزيكا؟ ان شاء الله تتدبر. طب قولي لي مين اللي ممكن يوافق انه يعمل لي الرقصه دي؟ مفيش غيره، اشهر مصمم رقصات في بر مصر، ايزيك. لا هوا فنديجه كده كده. فين فيهم السادة؟ يا حياة يا أستاذ نجيب، أنا تهت. دوق أنت القهاوي وأنت تاخد السادة من الزيادة. تتوه أنت وأدوق أنا لحد نفسي ما تجزع. يا سعد يا سعد، سعد ده أنت فقر جمالي. خلاص يا سعد خلاص، روح أنت يا سعد. روح يا فقر، روح روح. شكرا يا أستاذ نجيب. يا ساتر، ده الزيادة وحشة أوي.
يعني السادة بتاعتك يا نجيب هي اللي حلوة؟ ده انت بتعذب نفسك يا جدع. الحياة كلها عذاب يا صاحبي. اخبار الرواية الجديدة ايه؟ لسه شوية يا ازاك. حموت اعمل لك رقصاتها، اعمل لك رقصات هايلة. وهو في حد يقدر يصمم شغلي غيرك انت يا صاحبي؟ على فكرة انا سمعت ان بديع هتنقل من الليلة دي كازون الكوبري. بديع والله وحشتني بديع. يعني هو كان حد قال لك يلعب بديلك؟ انا يعني كنت عارف اللي حصل كان هيحصل. اهو اللي حصل حصل، ركز في شغلك واهتم باللي جاي. مفيش ايه؟ عادي عادي عادي. هو انا مش عارفاكي؟ مالك حاسه بغربه هنا؟ بالعكس يا ست الكل، المكان هنا حلو عشان انت فيه، اوض واسعه وفي جنينه ترد الروح. طب امال مالك يا توح؟ انا دبرت موضوع البدله يا مدام، اتفقت مع مسيو جورج وبيخيطها لي. برافو، بس انت كده محتاجه حته مزيكا. ما انا هاخد حته مزيكا من بتوعك. جميل، بس برضو محتاجه مصمم رقصات. مصمم رقصات موجود يا مدام. ازيك؟ مين يا راح امك؟ يوه ده انا نسيت خالص، نسيت ان المدام مش طايقه ازيك ولا طايقه حتى تسمع سيرته. ليه بقى يا جمالات؟ عشان ازيك ده يبقى صاحب نجيب الريحاني، ونجيب الريحاني ده يبقى طليق المدام. ويعني لما يبقى صاحب؟ عشان المدام فاكره ان ايزاك كان السبب في المشاكل اللي كانت بينها وبين نجيب الريحاني، ولما قطعت رجل نجيب الريحاني عن الصاله قطعت رجل ايزاك برضو عن الصاله. مصيبه ايه بس السودة دي؟ ان شاء الله يا اختي ولا مصيبه ولا حاجه، هتتدبر، هنجيب واحد غيره ولو ان مفيش واحد كويس زيه. عارفه المدام كانت ناقص ترقعني علقه ساعتها. سعيده. اهلا سعيده. ازيك يا بابا؟ بابا ابراهيم يا تحيه، زميلتنا الجديده في الفرقه. تشرفني. اهلا وسهلا بيكي. امال فريد فين؟ اه فريد قاعد هناك اهو. مشي بعد اذنكم. اهلا يا حبيبتي. شوفي يا اختي، البت لفقت على طول في اول يوم مع فريد الاطرش، والبت جولييت سابت انطوان وقاعده مع الجزائر ليه؟ الكازينو ما بقاش كازينو، بقى كورنيش. انا اسفه يا مدام، سامحيني، ما كانش فكر ان اسم المخفي ازاك ده ممكن يضايق قوي كده. والله العظيم هدور على واحد تاني، بس ما تزعليش ولا تضايقي روحك. وانا ما يرضينيش انك تتضايقي يا توح. ما تزعليش ان انا انفعلت عليكي. انا عمري ما هزعل منك ابدا يا مدام. وانا مش هخليكي تزعلي يا توح. انا عارفه ان ايزاك مصمم رقصات شاطر. انا موافقه. موافقه يا مدام من غير ما تتضايقي؟ بس بشرط يدربك قبل البروفات او بعد البروفات، مش عاوزه اشوف وشه. حاضر يا مدام، يدربني ويمشي على طول، مش هخليكي تشوفيه ابدا. ربنا يخليكي ليا يا رب. انت عارفه انا وافقتك ليه يا توحة؟ عشان بتحبيني يا مدام. مش بس كده، عشان قدام الاصرار اللي في عينيكي ده انا ما اقدرش اقول لا. ها قلت ايه يا ايزاك؟ ما انت عارفه يا جمالات انا بحبكم كلكم، بس انا ما اضمنش اروح عند المدام. بصراحه كلام في سحرك يعني، يستحلف لك لو شافت وشك. شفتي؟ اديك انت قلتي اهو. خلاص ما تخافش، يبقى نتدرب في الوقت اللي المدام مش موجوده فيه. تضمنوها؟ انا عايز اعرف هو خايف منك ومرعوب قوي كده ليه؟ تلاقي صاحبه قال له على العلقه اللي اكلتها له. صاحبه مين وعلقه ايه؟ هحكي لك يا توح. اصل مره كنا مسافرين بره نعمل شغل، وكنت اياميها متجوزه نجيب الريحاني. وبعدين يا ستي في يوم من الايام قمت الصبح لا لقيت ايراد الفرقه ولا نجيب الريحاني. نجيب الريحاني خد ايراد الفرقه كله وبنت من بنات الفرقه وفلسه على فرنسا. يا لهوي، معقول يا مدام؟ ايوه يا ستي، هو ده اللي حصل. طبعا انا كنت مجروح وجرحي جرحين، جرح الست اللي جوزها فضل عليها حته عيله بتشتغل عندها في الفرقه، وجرح تاني ان انا مسؤوله عن كومله فرقه بحالها مش لاقيين حق رجوعنا لمصر. الله يكون في عونك. وعملتوا ايه يا مدام؟
بعدين يا ستي انا طبعا عملت المستحيل علشان خاطر نمد كام يوم نشتغل فيهم نلم لنا قرشين عشان نرجع مصر، وفعلا الحمد لله لميت فلوس ورجعت الفرقه كلها على مصر. انا بقى شمعت الفتله على فرنسا. رحتي له فرنسا يا مدام؟ ايوه رحت هناك وسالت على اللوكاندا اللي هو قاعد فيها، رحت لهم قلت لهم مسيو نجيب الريحاني فين؟ انا المدام بتاعته. قالوا لي موجود يا مدام، وقالوا لي على رقم الاوضه. طلعت له على الاوضه. انا قلت مش هيخبط الخبطه دي كده غيرها، بوليس فرنسا نفسه حنين عن كده. وانتوا عملتوا ايه يا نجيب؟ انا قلت جالك الموت يا تارك الصلاه. البنت خدت لها في اسنانها وقالت يا فكيك. الفندق كله كان بيتفرج على البنت اللي قربانه الفجر. وانت عملت ايه يا نجيب؟ انا الحقيقه ما عملتش، مدام هي اللي عملت. ضربته حته علقه ما كلهاش حرامي في مولد. وهو اتضرب كده عادي يعني ما دافعش عن نفسه؟ يا ماما دي كانت علقه موت، بيحكي واتحكى بيها لحد دلوقتي. يستاهل برضه. عشان كده إذاك خايف لحسن ياكل نفس العلقه. انا شخصيا لو مكانه هخاف. تعالى يا وش الخير. صباح الخير يا بنت. صباح الفل. شكلك يعني فرحانة. فرحانة عشان الأرض فرحانة. تصدق إن الأرض بتحس؟ طب والنبي بتحس؟ دي الأرض فرحانة بالحاجات اللي جت من مصر. طبعاً الأرض بتحس. الأرض بتحس بدبة رجل الفلاح عليها. أنا مش فاهمة، أنت بتشوريني ولا بتعرفيني؟ إيه يا ماما؟ أكني اتجوزت فؤاد من وراكي. في الأيام السودة دي مفيش حاجة مستبعدة. كل ده عشان قلتلك إن فؤاد صرحني بإعجابه. هو فؤاد الجزائري مش وحش، بس المهم أنت عاوزة يكون ليكي معاه حياة ولا بتتسلي؟ خايفة يمكن يكون مفيش حاجة جواه اديها له. أنطون ما سابش في قلبي غير جرح. مش قادرة تسامحي؟ اللي يخونه ويغدر ما يستاهلش ان احنا نسامحه. خلاص اقفلي قلبك على جرحك، لانك ما عندكيش حاجة تديها لأي حد تاني. عايزة نرفض؟ مش عاوزاكي تتجرحي. اللي بيتجرح هو اللي بيحب يا ماما، وانا مش هحب تاني خلاص. انا عايش حياتي بالطول والعرض. مش رجلك بس، انا عايزك تركزي في حركة جسمك كلها، رجلك وإيدك وراسك وإحنا مبتسمين، أوكي؟ حاضر يا إيزاك. يلا معايا بالعد. 1 2 3 4. أحسن. 1 2 3 4. 1 2 3 4. أحسن. 2 3. أحسن. هنلف. 2 3 4. وريني بقى البوز. بوز. لا خلينا فوق كده احسن. نهمل في البروفات بقينا نلعب. تحية. تحت أمرك يا مدام. قوليلي مين بيحب مين في العيال دول؟ يعني ايه يا مدام؟ يعني مين بيحب مين؟ مين ماشي مع مين يا روح أمك؟ معرفش يا مدام، معرفش. طب غوري غوري من وشي. الله يعان.
بتهملوا في شغلكم وتلعبوا يا ولاد الكلب. لو عايزه تشتمي حد اشتميه باسمه يا مدام، ما تجمعيش عشان كلكم ولاد كلب. انا ما بحبش حد يشتمني بابويا، عشان علمتكم الف مره ان الشغل اهم حاجه في حياتكم، لكن انتوا حمير ما بتفهموش. سفريد عمال يحب لي في الست بيبا ويعزف لها العود، والست جوليت عماله تحب لي في فؤاد الجزائري. ده ما بقاش كازينو، ده بقى مخور. شوفوا بقى، من هنا ورايح ومن النهارده اللي هيهمل في شغله ملوش مكان عندي يا ولاد الكلب. اوعى تقولي لسه يا حاج جورج. لا ده جاهز جوه تحية. ابوسك يا حاج جورج. مدام أنا بقى عندي بدلة رقص. بعد إسماعيل ياسين ما يخلص نمرته اطلع على المسرح اعملي نمرتك الليلة. الليلة؟ أيوة يا سيدي، الليلة دي هيتوج فاروق، فاروق ملكا على الليلة. بيتي يا طوح. يوه مالك يا اختي كده زي اللي نداكي المداح؟ عايزه ايه بس يا جمالات؟ خلاص اخيرا حلمي اتحقق، هرقص طوله النهارده. بجد يا طوحه؟ اه والله مدام بديع الله يسترها قالت كده. اسماعيل ياسين هيخلص نمرته فارقص هرقص على يا الف نهار ابيض. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ابني. طب مالك بقى عامله كده زي ما تكون مش فرحانه؟ من كتر ما انا فرحانه مش مالكه اعصابي يا جمالات. قلقانه يا توحه؟ مرعوب. ان شاء الله يا حبيبتي ربنا هيوفقك، والليله دي هيبقى ميلاد النجمه. تحيه محمد. لسه بدري قوي. ايه يا فريد اتاخرت عليا كده ليه يا حبيبي؟ معلش يا حبيبتي، وانا جاي لك قابلت حوريه محمد وكانت متضايقه جدا وقعدت تزعق وتقول لي مين تحيه محمد دي اللي ترقص شرقي صولو؟ انا حوريه محمد اشهر رقاصه في المحروسه وبطله الفرقه، وازاي مدام بديعه تعمل كده؟ وكان باين عليها نوايا الشر. المهم قولي لي ايه اللي بيحصل جوه؟ مفيش، اسماعيل ياسين بدا نمرته وتحيه تدخل بعديه على طول. بس دي خايفه قوي حبه عين. طبعا لازم تخاف، ده اهم يوم في حياتها كفنانه، يا تنجح وتكتب شهاده ميلادها يا تموت قبل ما تتولد. طب وانت تفتكر ايه؟ ربنا يوفقها ان شاء الله. يا رب. بسم الله ما شاء الله، قمر يا توحه. بجد حلو يا جمالات؟ مفيش احلى من كده، البدله وهتاكل منك حته. انا مش قادر اصدق. بقى معقوله يا جمالات الحلم اتحقق وبقى عندي بدله بتاعتي ملكي؟ البدله اتجنن عليكي يا توحه. يا اختي الله يكون في عون الرجاله اللي هيقعدوا النهارده في الصاله، ده انا ياسمين ست عايزه اعضانك للصبح. بس يا حبيبتي يا ليله القدم. بس انا خايفه، خايفه قوي يا جمالات. ان شاء الله ربنا معاكي يا اختي. يلا شهلي بقى لحسن ازاك بيقول لك كلها دقايق وتطلعي. ما اقول لك مرعوبه مرعوبه يا بنت. ايه توح؟ ست بديعه قالوا لي انك قلقانه. قلقانه دي كلمه قليله بصراحه. ربنا انا مرعوبه مرعوبه قوي يا مدام. سيبينا شويه يا جمالات. حاضر تعالي هنا. مش قلتلك ألف مرة تركزي في شغلك؟ أنت مش اتدربتي كويس؟ والله يا مدام ما قصرت. خلاص نفذي اللي اتدربتي عليه. أنا عاوزاكي تبقي واثقة في نفسك، مش عاوزاكي تهابي حاجة ولا تهابي حد. أنا عاوزاكي تقفي على خشبة المسرح وكأنك أهم واحدة في الدنيا، أهم من كل اللي موجودين. عاوزاكي تحسي إنك ملكة. Thank you.
اهلا جلاله الملك الاصلي. جلاله الملك هيكون هنا حالا عشان نبتدي مراسم التتويج يا حسنين باشا. كلنا في انتظار جلالته يا مولاتي. والان نقدم لكم الوجه الجديد تحية محمد. هايلة، يلا بسرعة عشان خاطر تغيري البروجرام اللي بعده. يلا بسرعة. عجبتك يا مدام؟ هايلة هايلة. يلا يلا. تستحق، بنت طيبة وجدعة. الحقيقة تعبت معايا جدا، عندها طاقة غير عادية، مستعدة للتدريب 24 ساعة في ال 24 ساعة. عشان كده البنت دي هتكون نجمة. إحساسي كراقص بيقول لي إنها هتكون راقصة مفيش منها اتنين. ربنا ما بيضيعش تعب حد، لكل مجتهد نصيب. كان يوم عصيب. المهم انه انتهى بتنصيب جلالتك ملك على مصر المحروسه يا مولاي. حمل كبير كبير قوي، وانت قدها يا مولاي. انا تعبتك معايا الفتره اللي فاتت يا حسنين. احمد حسنين دايما في خدمه مولاي، وشرف كبير ان اكون في خدمه جلالتك. متشكر. جلالتك تؤمر بحاجه قبل ما تنام؟ رغم التعب اللي انا فيه لكن حاسس ان انا مش جاي لي نوم. جلالتك قلقان من شيء؟ ابدا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه ده؟ ايه ده يا دوحه؟
ربنا ينتقم منها. رقطوها خالص. يا ريتو كانوا على الطاولة ناميت حتى وهي. لا هي حصلت؟ هي حصلت يا كلاب يا غدر؟ طب ما فيش حد فيكم هيروح الليلة دي إلا لما أعرف مين اللي عمل العملة السودة دي. أنا اللي قطعتها. انتي؟ ايوه انا. طب ليه نرجس؟ دي بتقلد بنت والطرق الشرقي وبطلة الرأس الشرقي في الفرقة هنا وفي مصر المحروسة تبقى حورية محمد، وانتي عارفة كده كويس يا ست بديعة. طبعا ست حورية أستاذة الرأس الشرقي. هو في حد زي حورية محمد؟ يا اختي نقطينا بسكتك انتي وهي. مش عاوزة اسمع ولا كلمة، انا بس اللي هتكلم. بنتي زي الفريق ما تحب الشريك، هي حورية محمد وبس. قصدك ايه نرجس؟ مفيش حد يرقى الشرقي الا بنتي. ماشي يا نرجس، تحية مش هترقى الشرقي تاني. والبدلة اللي انا شاريها بالقسط ده انا دافعة فيها دم قلبي. هدفع لك ثمنها تحية، خلي جورج يعدي عليا. أنا ماشية. عن إذنك يا مدام. تصبحوا على خير. تقدروا تروحوا دلوقتي، تفضلوا. أنا حبيت اللي لازم هكمل. مالكيش بيت؟ حبيت الليلة دي مع جمالية. سيبيها يا ماما. معلش يا توحة، أكيد ربنا مخبي لك حاجة أحسن. ليه يا ماما؟ ليه؟ ربنا ينتقم منها نرجس بنت حواء وقال. مش مكتوب لي أفرح، مكتوب عليا الحزن العمر كله. كل شيء نصيبي يا تحية. وانا ليه نصيبي يكون كده؟ إرادة ربنا يا تحية. ونعم بالله. استغفر الله العظيم من كل ذنب. إلهي تتقطع ايديها زي ما قطعت البدلة وكسرت فرحتك في قلبك يا تحية. انا مش زعلانة منها قد ما انا زعلانة من الست بديعة. الست بديعة معذورة برضه. ما دفعتش عني. ما خدتش حقي. ما تنسيش ان دي حورية محمد، بردك نجمة، رقاصة صيتها جايب بر مصر كله. الست بديعة ما تقدرش تستغنى عنها بسهولة. تقوم تدوس عليا كده؟ ما ينفعش. لا لا لا، ما هي الظروف اللي انا فيها دلوقتي ما تسمحش ابدا اني استغنى عن حورية محمد. طب وتحية يا ماما؟ دي البنت ما لحقتش تفرح. تحية لسه صغيرة والطريق طويل قدامها ومفتوح. مفتوح ازاي بس وهو اتقفل في وشها من اول ليله؟ ده انا خايفه تموت فيها. لا لا لا، تحيه بنت جدعه وشجاعه وهتستوعب الازمه دي. طب يلا بينا نروح. انا مش هروح، انا هبات هنا. انا حكيت لك كتير عن حياتي قبل كده، وعرفتي قد ايه انا اتبهدلت واتمرمطت. قابلت بلاوي كتير قوي قوي، لكن ما ضعفتش، كنت قوية، عشان كده بقيت بديعة النجمة المشهورة. أنا مش عاوزاكي تستسلمي يا توحة ولا تستعجلي. إذا كنت حاسة إن اللي أنت عايزاه ده إنك تبقي رقاصة مشهورة ده حلمك، اوعي تتخلي عن حلمك ده. فهماني يا توحة؟ وهكلبش في العلم بضوافري. طب يلا بقى هاتي البنات عشان عندنا بروفة. صاحبتك هتفرقع، مش قادرة تنسى اللي اتعمل فيها. وطي صوتك، دي جاية ورانا. ما انا عارفة، لو فتحت بقها دي هعلقة تفوقع عشان تحلم على قدها. غيري بسرعة وقابليني في الجنينة. مش عارفين. Thank you.
مش عايزه تضربيني على الايه بنت الكلب. اعملي ايه يا بنتي؟ انت ما تقوليش انا مش حلوه. ابعدي يا بنتي كمل. تعالي بقى وحياه امك مهسي. امك انت مش زي بيتي. نعم يا مدام. قالوا لي ان حضرتك عاوزاني. عدتيها يا بنت؟ انا ده هي اللي كانت عايزه تضربني. اما رحت لها اوضتها ليه؟ هي اللي نادتني لحد هناك وكانت ناويه لي على نيه. ربنا ينتقم منها كريمه بنت حواء وادم. اتاريها كانت ناويه ترنني علقه. علقه يعني عدتيها يا اختي؟ بقولك ما عدتهاش يا مدام. امال كل البقع الحمراء اللي في جسمها دي منين لو ما عدتيهاش؟ طب ورحمه ابويا؟ ورحمه ابويا في نومته ما عدتها. وانت عارفه يعني ايه رحمه ابويا عندي وعارفه قد ايه كان جاي عندي. ربنا يبتليني بنصيبه يا رب يهفني قطر. ماشي يا توح روحي انت دلوقتي. حاضر يا ست الكل. يعني انت هتمشي وتسيب هنا؟ يعني شغلانه فيها مكسب عن هنا. يعني الحكايه حكايه فلوس بس؟ والله كل واحد بيجري ورا اكل عيشه. اكل عيشه؟ يعني انت هتسيبني عشان الفلوس يا فؤاد؟ بصراحه العرض اللي هناك ده ما يترفضش. ماشي ماشي يا استاذ فؤاد. المركب اللي تودي. يلا يا حلوين البروفه. انا بروفه بلا نيله بقى. انت كمان ايه ده؟ البنت دي مالها زعلانه ليه؟ مش عارف ايه اللي زعلها. اكيد طبعا قلت لها حاجه تزعلها. والله ابدا. كل اللي قلته لها جاي لي شغل في مكان تاني هاخد فيه فلوس اكتر من هنا. وهي طبعا عايزاك تفضل قاعد جنبها. وانا قلت لا بس فرق الفلوس كتير كتير. تحيه. نعم يا مدام. انا عرفت اللي حصل بينك وبين كريمه. مخصوم من كل واحده فيكم 50 قرش. طب ورحمه ابويا يا مدام؟ لو خصمتيلي مليون واحد ما كنتش شغاله لك هنا في الفرقه. ايه حكايتك يا بنت معايا؟ كل شويه تحلفي لي برحمه ابوكي برحمه ابوكي. يلا غوري من وشي غوري من وشي. عاوزه انت كمان؟ فؤاد هيسيب الفرقه. يسيب الفرقه في 60 داهيه؟ الحياه ما بتقفش على حد. بس فؤاد راكز شاطر. ايوه هو شاطر انما ده اللي خايب. اديله اجازه شويه عشان يعرف يختار كويس يا اختي. الانجليزي يا مولاي ما بيفكروش غير في مصلحتهم. ده اسلوبهم واحنا عارفينه. ايوه بس انا الملك ودي بلدي ومش هسمح للانجليزي ولا مصطفى النحاس انهم يفرضوا عليا شروطهم. مصطفى النحاس بيتحداني يا حسنين وبيرفض قراراتي. مصطفى النحاس قاصد يحرجني. ما تنساش جلالتك ان مصطفى باشا النحاس زعيم حزب الوفد حزب الاغلبيه واي مواجهه دلوقتي اسمح لي مش في صالح جلالتك. انت بتقول ايه انت كمان يا حسنين؟ انا خادم وناصح امين لجلالتك وخوفي وحرصي على جلالتك هم اللي اجبروني اقول كده. سيبنا نلعبهم في هدوء شويه يا مولاي. انت شايف كده؟ انا كمان شايفه كده. حسنين عنده حق. مصطفى النحاس محمود من الشعب. لو الملك يعدي النحاس دلوقتي يبقى مش في صالح الملك خصوصا وهو في بداية حكمه. احنا الاول لازم نحافظ على العرش نتجنب اي مواجهات ممكن تضر بعرش جلالتك. ومن دلوقتي لازم نخلي الشعب يحب جلالتك. يحبوك يا فاروق. انا اؤيد كل اللي قالته مولاتي. انا مخنوم من مصطفى النحاس ده. بيعرضني في كل حاجه بحجه الدستور. كل شويه الدستور الدستور. فلق دماغي بالدستور بتاعه ده. مش في يوم وليله هتقدر تتخلص من كل اللي مش عاجبينك خصوصا لو كان النحاس ده. الانجليز لحد دلوقتي راضيين عنه. مولاتي بتوزن الامور بشكل صح جلالتك. سيبنا شويه من فضلك يا حسنين. امر مولاتي. بعد اذن جلالتك.
تستعجلش يا حبيبي، ثبت نفسك على العرش الاول وبعد كده ابقى دوس بجزمتك على اللي مش عاجبينك. مخلص لجلالتك حسنين؟ مش هلاقي في خلاصه. تعب معايا كتير في رحله دراستي في بريطانيا، تعب معايا كتير. طيب راجل زي ده خساره فيه البشويه جلالتك؟ الله، طب ما هو باشا. بس مش لازم، جلالتك ما انعمتش عليه بلقب البشويه. خساره فيه ده مع واحده يا شيري. ما هو باين اهو، هتموتي من الزعل عليه. عليه هو يا تيتي؟ انا زعلانه على كرامتي، صعبان عليا نفسي قوي انه فضل الفلوس على انه يقعد جنبي. طب ما تروحي معاه. انت كمان عايزين اضيع شويه اللي فاضلين من كرامتي على واحد بعني؟ دول كلهم كلاب ما يستاهلوش. الكلام ده طبعا من ورا قلبك. انا قلبي قفلته خلاص. يعني خلاص مش هتفتحي قلبك لحد تاني؟ مين اللي قالك كده؟ بس لقلب اللي حبه ما تصنش يفتح بيبانه كل يوم لحضن جديد. ارقصي فرنجي يا توحة. فرنجي؟ ايوه، مش هما مش عايزينك ترقصي شرقي علشان حورية محمد؟ ما تزعلش خلاص، ارقصي فرنجي. ارقص فرنجي ازاي بس يا ايزاك؟ دي بقى شغلتي، سيبيني اختار لك رقصة حلوة محدش رقصها قبل كده. انت بتتكلم جد؟ جد الجد كمان، وان شاء الله هختار لك حته رقصه